المباراة طبعا صعبة مثل مباراة الفتح والهلال. بالنسبة للاتحاد وبالنسبة للاتفاق أيضا ما تقبل قسمة على اثنين نهائيا، فريقين منظمين يلعب، الاتفاق يلعب 4-2-3-1، الاتحاد كالعادة يلعب 4-2-3-1 أيضا، فمباراة راح تكون قوية للفريقين، ولا فيه يعني ما تقدر حتى أنك تترشح فريق حقيقة. طبعا على الورق أيضا مع عودة اللاعبين المصابين أتوقع يعني الاتحاد راح يقدم مباراة كبيرة وراح يكسب اللقاء بإذن الله. لكن احنا تكلمنا في السابق كنا الثلاثية بوجود يعني كورنادو وحمد الله وروما، يعني أنا واحد كنت أقول يعني ما يلعبون الثلاثة، لا الآن في المباراة هذه إذا في مدرب صح لازم يخلق طريقة لعب أو تشكيلة يكونوا الثلاثة موجودين مع بعض من الضروري. إمكانيات حمد الله طبعا ما نختلف عليه، لكن إمكانيات أيضا كورنادو كلاعب وسط لا يجد الدفاع في وسط الميدان، لا يجد تغطية مع الأطراف إذا حط على الطرف مثلا، فمباراة بتكون صعبة، صعبة جدا على الفريقين. الشيء الثاني يا أبو جود، الاتفاق عندهم طموح، يعني طموح يعني ممكن تكون عزيمتهم حتى أقوى من عزيمة الاتحاد، عزيمة الاتفاق بتكون أقوى من عزيمة، لأنه يحتاج الثلاث نقاط أو لو يطلع بنقطة واحدة يقربه من 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 يعني البقاء في الدوري، لأن خسارته من الاتحاد يعني يعتبر في خطر جدا. فنتمنى نشوف مباراة إن شاء الله جميلة من الفريقين.